فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تبوك وهي قريبة من فلسطين، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنصل إلى تبوك وفيها عين ماء، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. يعني من يصل إلى العين لا يمس من مائها شيئا حتى يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا، ولكن كان هناك آذان ثانية سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العين، وهما من المنافقين. فاجتمع المنافقون على حدا ولوحدهم، وخرجوا بقرار بأن يبعثوا اثنين إلى العين، والعين مثل الشراك تنبض بشيء قليل من الماء. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم قال: اغرفوا بأيديكم من العين قليلا قليلا، أي النبي قال لهم. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه الكريم في هذا الماء، ثم أعادها إلى العين، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس والجيش، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحبك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فسبحان الله، ماء تحولت إلى ماء منهمر، وستتحول بركة الماء الذي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بعدها لتتحول إلى جنان. ومن ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى فلسطين لهرقل، فلما وصلت الرسالة إلى هرقل تغير وجهه وناظر الرهبان الذين معه واجتمع معهم، وأخبرهم بوصول المسلمين إلى تبوك، وأن محمد يدعوه إلى ثلاث: إما الإسلام، أو أن يعطيه الجزية، أو الحرب. وقال هرقل للقساوسة: وأنتم تعلمون ما ذكر بكتابنا عنه، وأنه سيأخذ ما تحت قدمي. فغضب القساوسة.